موجز اخباري كنقدموه لكم من شوف تي في. اهلا بكم. من جديد اظهر مركز كينيدي لحقوق الانسان عدم الالتزام بالحياده، بحيث روج صور خاصه بالاوضاع في تونس على انها مشاهد من الصحراء المغربيه. وعمدت رئيسه المركز كيري كينيدي الى ترويج لشريط فيديو كيتضمن مشاهد من اعمال العنف اللي تخلت الثوره التونسيه على انها صوره لانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء. في شأن تعليمي، قررت نقابات ثلاث، الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم، الانسحاب من جلسة الحوار القطاعي اليوم واللي كان مقرر عقدها بمقر مديرية الموارد البشرية برباط، وذلك على خلفية انفراد وزارة التربية الوطنية بإصدار مذكرات الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية لموظفي وموظفات القطاع، شيء اللي شكل خرق فاضح لمنهجية الحوار اللي دأبت نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة على سلكها. في شأن الإعلامي، قال وزير الاتصال ناطق رسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إنه لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة دون إرساء منظومة قانونية كفيلة بضمان الحق في الوصول إلى المعلومة ونشرها. وأضاف الخلفي في كلمة افتتاح اجتماع للخبراء بمناسبة اليوم العالمي للصحافة انضمته الإيسيسكو أنه على الرغم من التقدم اللي حصل في التشريعات على مستوى عدد من الدول، فإن إشكالية ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة لا زالت كتمثل ثغرة من ثغرات اللي كتعيق إعطاء معنى حقيقي لحرية الصحافة. اقتصاديا، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية اليوم أن القيمة الإجمالية اللي انتهت لها نتائج مناقصة سندات الخزينة لجلسة 30 أبريل 2013 بلغت 5.343 مليار درهم، وكيتعلق الأمر بسندات مدة استحقاقها من 26 إلى 52 أسبوع وتم إصدارها على التوالي ب 2.78 و 4.12 مليار درهم بمعدل 2.563 مليار درهم بالنسبة للسندات البالغة مدة استحقاقها 52 أسبوع بمعدل 4.25%. رياضيا، كدرس لجنة القوانين والأنظمة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إمكانية إصدار عقوبة في حق فريق رجاء الرياضي بخوض مباراتين دون جمهور عقابا له على التيفو اللي رفع جمهور الفريق خلال المباراة اللي جمعته بالوداد الرياضي، وهاجم فيه على العالي الفاسي الفيري رئيس الجامعة وعبد الإله الأكرم نائب الأول وأحمد غيبي رئيس لجنة التحكيم والبرمجة. وينتظر أن تلجأ الجامعة حسب مصادر مطلعة إلى الفصل 71 من قانون العقوبات اللي كيمنع تحريض الجمهور ضد أعضاء الجامعة. نهاية الموجز، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.